Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va expliquer l'interrogation. Ça va être l'interrogation, l'istifhem. أهم حاجة طبعا بنحدد الحاجة اللي احنا بنسأل عليها في الفراز، وبعد كده نشوف ايه المو انتروجاتيف المناسبة ليها. أول مو عندنا أو معناها أين، بتسأل عن اليو، بتسأل عن المكان. بس طبعا مش اي مكان، لازم المكان يكون مسبوق ببريبوزيسيون بحرف جر. مقول لك جوفي او كلوب، انا رايح النادي، يبقى اكيد هقول اين تذهب. طب اما اقول لك انا بحب النادي، يبقى ما ينفعش اقول اين، عشان كده المكان ما خدش حرف ايه جر. يبقى المكان يشترط ان هو يكون مسبوق بحرف ايه جر، او حاجه غير عاقل مسبوقه بظرف مكان زي سير على. مقول لك مثلا ليفر مش مكان، مقول لك لوست لو سير ليفر، قلم على الكتاب، طبعا اصبح كده ايه مكان. المهم يبقى جوفي او كلوب، بروح النادي. يبقى نحدد الكلمه بتاعتنا او كلوب، هنشيلها من كيستيو خالص ونحط اداه الاستفهام المناسبه اللي هي تبقى او. اي جو تحول لتي، ونأكد على تحويل الفيرب بعدها. يبقى الاجابه بتاعت السؤال ده، او نعمل السؤال بتاع الجمله دي، جوفي او كلوب، يبقى السؤال بتاعنا او فا تي. او فا تي مستحب طبعا ان احنا نعكس الفيرب مع السوجي بعد اي اداه استفهام، ما عدا أي حاجة فيها اسكو. اسكو تحافظ على الترتيب، يعني بقول لك كاسكو تحافظ على الترتيب، اسكو اللي هي هل تحافظ على الترتيب. يبقى جوفي او كلوب، يبقى الكستيو بتاعنا او فا تي. اللي بعد كده نوزا بيتون اوكير، احنا ساكنين في القاهرة نفس المكان. اوكير هنشيله من السؤال خالص، نحط أين، النو تحول إلى الفو، وابيتون هتكون آخرها او زد مع الفو الجديدة. يبقى الكستيو بتاعنا إيه؟ Où habitez-vous؟ أين تسكن؟ Où habitez-vous؟ يبقى où معناها وير أين؟ تسأل عن المكان، يشترط يكون مسبوق بريبوزيسيون حرف جر عشان نسأل عليه بإيه؟ بأين، تمام؟ المو الثانية pourquoi معناها لماذا؟ pourquoi معناها إيه؟ لماذا؟ لماذا دي طبعا بتسأل عن الكوز، السبب. إجابتها حاجة من ثلاثة، car parce que pour، car parce que pour. طيب السؤال بيقول لك car je suis malade، إجابة مختصرة، إجابة مختصرة، لأني مريض. يبقى لماذا؟ وطبعا السؤال مفتوح معاك بقى، ليه ما رحتش المدرسة؟ ليه رايح عند الطبيب؟ خلاص ليه مش هتخرج؟ يبقى كل دي طبعا إجابة، كل الأسئلة دي إجابتها car je suis malade. هنشوف هنعمل السؤال إزاي. pourquoi tu es absent، ليه أنت كنت غايب مثلا النهاردة؟ يبقى يقول لك كار جو سوي مالاد، يبقى كلمة كار معناها لأن، يأتي بعدها فراز كومبليت، تمام؟ طيب بعد كده كار أو باغسكو جي مال أودون، لأن كلمة كار أو باغسكو معناها لأن، جي مال أودون أشعر بألم في الأسنان. يبقى هنا نقول إيه؟ بوركوا تو فا شي لودونتيست، ليه أنت ذهبت عند طبيب الإيه؟ الأسنان. بوركوا تو فا شي لودونتيست، يبقى بوركوا معناه لماذا؟ تسأل عن السبب، إجابتها حاجة من ثلاثة، في اتنين موجودين قدامنا، كار باغسكو، الاتنين دول نفس المعنى، يأتي بعدهم فراز كومبليت، جملة كاملة. التالتة بتاعتنا هتبقى بور، ما أقول لك جوفي أو كلوب بور جوي، بروح النادي عشان ألعب، يبقى بور معناها إيه؟ لكي، يأتي بعدها فيرب في الأنفينيتيف، تمام؟ يبقى ديت التلات إيه؟ إجابات بتوع بوركوا. نشوف المو اللي بعد كده، كي طبعا معناها من، تسأل عن البخسون العاقل سواء في أول فراز أو في آخرها، يعني جت سوجي أو جت كومبليمون هنسأل عليها بكي. بقول لك علي جو فوتبول، عايزين نسأل عن البخسون اللي هو علي، نشد خط تحت علي أو نشيله من الكيستيون ونحط مكانه كي ونكمل الفراز بتاعتنا عادي خالص. يبقى كي جو فوتبول، كي جو و فوتبول، مين اللي بيلعب فوتبول؟ منى شانت على فت، منى شانت على فت، منى غنت في الحفلة، يبقى هنشيل منى أو نسأل عليها، نشيل منى ونحط كي ونقول مين اللي غنى في الحفلة؟ كي شانت على فت، كي شانت على فت. طيب ممكن الشخص ده يجي في آخر الجملة؟ أه، لما أقول سي علي هذا علي، أو سي منى هذه منى، أو سي مون بير هذا أبي، يبقى السؤال بتاعنا كله كي يس، من هذا؟ ماشي؟ اي الجمله اللي جايه هي سي محمد صلاح، يبقى محمد صلاح كومبليمون، يبقى نسال عليه بكي، والسي بقى نعكسها او نخليها زي ما هي، بس الافضل ان احنا نعكس فيرب مع سوجي، يبقى كي يس،
لو عملناها كي سي مفيش مشكلة خالص. بوخ كي مشتقات من؟ بوخ كي مشتقات ايه من؟ يعني ايه مشتقات من؟ هنسأل عن البيرسون كومبليمون، الشخص ده هجيه كومبليمون في آخر الجملة بس قبليه بريبوزيسيون، قبليه حرف جر. يعني أقول لك أنا بلعب مع علي، يبقى أنت بتلعب مع مين؟ أنا رايح عند منى، يبقى أنت رايح عند مين؟ هنا بقى عشان الدرس بتاعنا فيه بوخ كي معناها لمن؟ علشان مين؟ يبقى لازم العاقل قبليه ايه؟ بو، يبقى لوست لو ايه؟ بو علي، الألم ده لعلي. يبقى هنشد خط تحت علي ونحط كي، يبقى أداة الاستفهام بتاعتنا بوخ كي معناها لمن؟ يبقى بوخ كي لوست لو، ونعكس الفيرب مع السوجي اللي هو فيرب اتر مع لوست لو. بوخ كي لوست لو، لمن هذا الايه؟ القلم. لعب ايه بو منى، الفستان ده المنى، منى قبلها بو، يبقى نشيل منى ونحط كي، وأداة الاستفهام بتاعتنا بوخ كي ونعكس الفيرب مع السوجي. يبقى بوخ كي لعب، لمن هذا الفستان. المول اللي بعد كده كومون. كومون كومون طبعا احنا واخدينها من زمان ان هي كومون بتسأل عن الاسم وتسأل عن الحال، تسأل عن وسيلة مواصلات، تسأل عن الوصف عموما بقى، وصف اشخاص، وصف اماكن. طيب نشوف المول الاولانيه، بيقول لك جوفي اليكول اون بيس، انا بذهب الى المدرسه بالباص. يبقى هنشد خط تحت اون بيس اللي هي وسيله مواصلات، ونقول لك كيف تذهب الى المدرسه. طبعا المو انتروجاتيف فور السؤال، الجو تحول والفيرب يتحول، ونعكس فيرب مع سوجي. هنشوف الكيستيون مع بعض، كومون فاتو اليكول، كومون فاتو اليكول، كيف تذهب الى المدرسه؟ يبقى الاجابه المتصله بتاعتنا اللي احنا شلناها اون بيس. المو اللي بعد كده كون، كون كون معناها متى، كون معناها متى، تسأل عن تون، تسأل عن تايم الوقت الزمن. بيقول لك هنا جوفي او كلوب لو فاندردي، بذهب للنادي يوم الجمعة كل جمعة. يبقى في الحالة دي هنسأل على الزمن بتاعنا لو فاندردي، هنشيله ونحط كون في الأول، والجو تحول الفيرب يتحول زي ما عملنا في كيستيون اللي قبليه. يبقى كون تو فا او كلوب، طب لو ما عكسناش صح، يبقى هنا قلنا تو فا او فاتو، طبعا ايه عكسنا فيرب مع سوجي او ما عكسناش، الاثنين صح. يبقى كون تو فا او كلوب او كون فاتو او كلوب. كومبيان دو، كومبيان دو، طيب كومبيان معناها كم، دو ياتي بعدها كم عدد، ياتي بعدها اسم بلوريال دائما، بدأ بحرف كونسون هيبقى دو، بدأ بحرف فويل هتبقى دي ابوستروف. يبقى كومبيان دو او كومبيان دي ابوستروف تسأل عن العدد، وياتي دايما بعدها اسم ايه؟ بلوريال. بقول لك اليا فانتيلير اون كلاس، في 20 تلميذ في الكلاس. هنسأل على العدد اللي هو فان، هنسأل على العدد اللي هو ايه؟ فان. هنقول كومبيان دي ليف كده عدد التلاميذ، اليا اون كلاس، اليا اون كلاس كم عدد التلاميذ اللي موجودين فين؟ في الكلاس. ماشي؟ طب لو حطينا كومبيان دو مكان العدد هيبقى السؤال ايه؟ اليا كومبيان دي ليف اون كلاس، طبعا هتبقى صح برضه. بقول لك سات شيميز كومبي اكوت سانكونت ليبر ايجيبسيان، طب هنا دلوقتي سعر، يبقى مش هنستخدم دو، يبقى الدو دي ابوستروف دايما للايه؟ للعدد. في سؤال عندنا هيبقى اسمها كومبيان، ونعكس الفيرب بتاع الجمله دي، يبقى هنشد خط تحت السعر ونقول تكلفه القميص ده كام، هنقول كومبيان ونعكس فيرب كوت مع سات شيميز، يبقى كومبيان كوت سات شيميز. لو احنا عايزين نقسم يبقى كومبيان دو للعدد، كومبيان كوت للسعر، يبقى كومبيان دو للعدد وكومبيان كوت للسعر. كو طبعا ماذا مختصرة، كاسكو المطولة، الاثنين طبعا معناهم ماذا، تسأل عن شوز، تسأل عن شوز غير ايه؟ غير عقل. بقول لك جوفي مون ديفوار، انا بعمل الواجب بتاعي، ايه الحاجة الغير عقل هنا؟ طبعا مون ديفوار، يبقى السؤال ماذا تفعل؟ يبقى هنا هنشد خط تحت مون ديفوار، الجو تحول لتي، والفيرب طبعا زي ما هو مع الجو هو مع تي. يبقى هنقول كو، لو استخدمنا كو الصغيرة هنعكس فيرب مع سوجي، يبقى كو في تي، كو في تي، لو عملناها طويلة يبقى كاسكو تو في، لو استخدمنا كاسكو
كاسكو توفي. طيب الفراز اللي بعد كده جو مانج دي فيغوي، انا باكل ايه؟ فاكهه. شد خط تحت دي فيغوي، يبقى هنا ماذا تاكل؟ الصغيره نعكس فيرب مع سوجي يبقى كو مانج تو، هنستخدم كاسكو يبقى كاسكو تو مانج. استخدمنا الطويله تحافظ على الترتيب بعدها كاسكو تو مانج، ماذا تاكل؟ اسكو يعني هل، يبقى سؤال اجابته لا اما وي لا اما نو، لا اما وي ليا نعم، لا اما نو ليا لا. بقول لك وي جو في اليكول، نعم انا ذاهب الى المدرسه، يبقى السؤال بتاعنا هل تذهب الى المدرسه؟ طالما اسكو بتسال على هل يبقى بتسال على وي، يبقى هنشيل وي من الايه؟ من حسابنا خالص، نحط اسكو في الاول، الجو تحول الى تي والفي هتبقى فا، يبقى اسك تو فا اليكول، اسك تو فا اليكول، هل تذهب الى المدرسه؟ قال لك نو جو نو مانج با دو سالاد، لا انا ما باكلش سلطة. الجمله اللي فيها نو هنشيل معاها نو البا كمان، يبقى هنا دلوقتي نو هنشيل نو با والدو نرجعها لاصلها دولار، يبقى هنقول اسكو والجو تحول تمام كده الى تي ومانج هتزيد اس، الدو تحول الى دولار قبل النيجاتيف طبعا، يبقى اسك دو مانج دولار سلطة، هل تاكل الايه؟ السلطة. بيقول لك تروب لا كيستيون، طبعا في الامتحان هيجي لنا الجرامير عموما شوازي، هيسيب لك سبيس لمكان اداه الاستفهام واختار المو انتروجاتيف بتاعتك المناسبه للكيستيون اللي ما قدامك. بيقول لك جابيت اوكير، انا ساكن في القاهره، شد خط تحت اوكير ده المكان، اين يعني يا اولاد؟ او تمام، جو تحول والفيرب يتحول، هيكون السؤال او ابي تو، او ابي تو، اين تسكن؟ سي مونونكل هذا عمو، هنشد خط تحت مونونكل عاقل، نسأل عليه بمن، من يعني يا ولاد؟ كي، ونقول كي يس عكسنا فيرب مع سوجي أو كي سي من غير ما نعكس، يبقى كي يس من هذا؟ يبقى هذا عمي، يبقى كي يس من هذا؟ ألي في سون دوفوار، علي ألي في سون دوفوار، طبعا الفاز دي ممكن نسأل عليها أكتر إيه من كيستيون. نسأل على علي هنقول مين اللي عمل الدفوار بتاعه، هنسأل على كلمة سون دفوار ماذا فعل ايه علي، دي صح ودي صح، يبقى أسهل حاجة هنشيل علي ونحط كي ونكمل الفراز بتاعتنا هنا، كي في سون دفوار مين اللي ايه أدى أو عمل الواجب بتاعه. جو مانج دو شوكولا، أنا بأكل ايه؟ شوكولا، يبقى السؤال بتاعنا هنسأل على دو شوكولا الحاجة الشوز الغير عاقل، يبقى ماذا؟ والجو تحول والفيرب يتحول، ماذا يعني كاسكو؟ والجو تحول لتي ومانج تزيد ايه؟ اس، كاسكو تو مانج، ماذا تاكل؟ بعد كده جو في، جو في او كلوب اون تاكسي، جو في او كلوب اون تاكسي. طيب هنا طبعا ممكن نسال على اخر حاجه، عشان طبعا طول ما احنا بنطول في الفراز بتاعتنا هنعمل ايه؟ نسال على اخر حاجه، يبقى اون تاكسي دي وسيله مواصلات بتاعتنا، يبقى هنقول ايه؟ كومون والجو تحول والفيرب يتحول، يبقى هنقول هنا ايه؟ كومون فاتو او كلوب، كومون فاتو او كلوب، يبقى كيف تذهب الى النادي؟ كده انا بسال على وسيله مواصلات، يبقى هنا في الكيستيو بتاعنا بنحدد الكلمه اللي بنسال عليها، نجيب اداه الاستفهام المناسبه، اي جو تحول الى تي واي نو تحول الى لافو، والفيرب اكيد هيتغير او مش هيتغير مع جو والتو طبعا في الفيربات دوزيام جروب او تروزيام جروب. وبعد كده طبعا زي ما احنا بنقول الجرامير هيجي لنا شوازيه في الامتحان، هيسيب لك سبيس ويقول لك مثلا ابيتي، يبقى هتختار او من الادوات بتاعتك عشان ايه فيرب ابيتي معناه يسكت، يبقى هنا اي اين تسكت. تمام كده خلصنا الانتروجاسيون، ميرسي اي او روفوار.